شايفين الكوارع والكرشة بتاعت المعزة والدهن بتاعنا كمان سويناه. يلا بقى ادخلوا على الفيديو وشوفوا الطريقة وشوفوا عملنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جاية لكم كده بروتين عسريه كده عند ماما، احنا لسه طبعا عند ماما إيه، فان شاء الله احنا قلنا بقى نعمل معاكم كل حاجة بقى بتاعت الضاني إيه، فان شاء الله بقى كده روتين من اول اليوم كده. صحينا وفطرنا الحمد لله، قلنا بقى ندخل بقى نعمل نشطب كده المطبخ شوية مواعين بسيطة كده، كوبايات وطبقين وحاجات بسيطة إيه، مكان اللبن وكده. هنبدأ مع بعض كده نغسل المواعين بتاعتنا. شايفين البريل ده اللي انا بوريه لكم ده؟ انا عاملاه على ايديا ومخففاه كمان، يعني انا حاطه عليه مية ومخففاه إيه. لو عايزين ان شاء الله انزل لكم بالطريقه بتاعه البريل السايل ده، الصابون السايل، اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هنزل لكم في فيديو جديد واوريكم الطريقه واوريكم بعمله ازاي. هوريكم دلوقتي الرغوه بتاعته، ما شاء الله جميله جدا والله. كمان هو اتقل من كده، ده انا حاطاه في ازاز نص الازاز صابون سايل منه ومكملها ميه، يعني كمان مخففاه ونسبه الرغوه بتاعته جميله جدا. قمت بقى كده وقلت ايه، نسمي الله ونبدأ يومنا. احنا شايفين الرغاوي بتاعته إيه، قلنا نسمي الله ونشطب مطبخنا كده وننضفه قبل ما نبدأ نعمل الغدا إيه. فقلت بقى اظبط الدنيا، كنت مطلعه الكوارع بتاعت الضاني بتاعنا اللي احنا ذبحناه اللي منزلين لكم الفيديو بتاعه، ومطلعه الكرشه قلنا نعمله مع الغدا بقى. هعملهم معاكم ان شاء الله خطوه بخطوه، بس ما تنسيش حبيبه قلبي لو وصلت لحد هنا اللايك، ولو انت مش مشتركه اشتركي، اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. زي ما انتم شايفين كده انا ببدا الاول طبعا بغسل الكوبايات الاول قبل اي حاجه، علشان ما يبقاش فيها ريحه اي فضلات اكل او اي بواقي اكل. طبعا الكوبايات ديت المشرف فيها فلازم ايه تبقى هي اول حاجه. ببدا انا بالكوبايات وبالازاز، بعد كده ايه تدريجيا كده اصغر في اصغر، بعد كده الاطباق، وبعد كده الصينيه الكبيره ديت الصواني والحلل وكده. ان شاء الله الروتين عند ماما يعجبكم. اهو شايفين ما شاء الله الرغوه بتاعه الصابون عامله ازاي. اللي عايزه طريقه الصابون السايل دوت اكتبوا لي في الكومنتات وهنزل لكم ان شاء الله بالطريقه. انا عامله منه عندي وعامله منه عند ماما إيه، ما شاء الله بصراحه جميل جدا وموفر جدا جدا. يعني انا بعمله بيوفر معايا، بعمل بجيب المكونات بتاعته بتعمل معايا بالظبط 10 لتر، 10 لتر صابون، 10 لتر دول بمبلغ لا يذكر، يعني موفر جدا جدا والله. بستعمله في كل حاجه، مش لدرجه مش لحد بس المواعين وكده، لا والله بستخدمه في التسييق الارضيات وفي التلميع، وبستخدمه كمان في غسيل الهدوم، بضيفه كده لان هو بالليمون وريحته جميله جدا إيه، بحط منه كده شويه مع مسحوق الغسيل. دي بقى الحاجات بتاعت ماما، الكسرولة دي بتاعت اللبن، في واحدة اكبر منها بس فيها لبن لسه، ديت كان فيها شوية صغيرين وخلصناهم. شايفين ايدها المرحومة يعني مش موجودة. طبعا الحاجات بتاعت ماما ديت ما شاء الله عليها، يعني شوفوا من كام سنة والله، يعني ما شاء الله. هوريكم بقى الصابون اللي انا غسلت بيه بيلمع اللمعة بتاعت المواعين جميلة جدا، لان انا جايباه بالليمون. انت ليكي اختيارات تجيبي بالليمون او بالتفاح او باي حاجة، بس انا بصراحة بفضل الليمون، يعني بحس ان هو يعني انقى حاجة وانضف حاجة في الصابون السائل وفي المنظفات عموما. شايفين شايفين الصينيه بتلمع ازاي، والكوبايات بتاعتي هتبقى بتلمع وجميله.
ان الفيديو دوت انا برحب جدا بالمشتركين الجداد اللي عندي، وبقول لكم شرفتوني ونورتوني، وبصراحة يعني اسعدتوني جدا جدا، ومتشكرة جدا على دعمكم ليا فوق ما تتصوروا. مش هوصف لكم سعادتي بيكم والله بجد بجد، يعني انتوا نورتوني جدا جدا، وان شاء الله ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، وشكرا جدا جدا على دعمكم ليا. شايفين اهي استنى شوفوا ما شاء الله، والله العظيم يعني الصابون ده جميل جدا. يعني انا بصراحة يعني انت بدل ما تروحي تشتري يعني هيبقى واقف عليك غالي. شوفوا بصوا انا شطفت قد ايه واوريكم الرغوة عاملة ازاي، شوفوا مية قد ايه نزلت، وشوفوا الصابون عامل ازاي في الحوض. هبدأ بقى انا كده خلصت المواعين بتاعتي، هشيلها بقى وارصها، هشيل بقى فرشاقة الاطباق للحاجات اللي هي هتتشال، والكوبايات والصينية ديت اللي هو عزال الشاي دوت كله بتاع الجماعة بتاع ماما، هشيله كده على جنب، وابدأ بقى ايه تجهيزات الغدا. هغسل بس الحلة بتاعة الحوض الاول، كنت نسيت، افتكرت تاني لسه هغسلها مكان البريل علشان الاكل اللي هنحط فيها. ما تنسيش يا حبيبة قلبي اللايك، لان انتوا بتتفرجوا على الفيديو وتنسوا تحطوا لايك، يعني لو وصلت لحد هنا بالله عليكي ما تنسيش اللايك. انا كنت مطلعهم من الفريزر علشان يفكوا اللي هي الكرشة والكوارع، هبدأ افتحهم احط عليهم مية، هجيب بقى هشيل بقى صينية عزال الشاي دي دلوقتي، واجيب الصينية اللي انا غسلاها احطهم فيها واسيبهم براحتهم يفكوا على ما اجهز المكونات بتاعتي والحاجات بتاعتي، وهتشوفوا معايا هعمل ايه. هشيلها بقى من الاكياس بتاعتها وارمي الاكياس دي في الزبالة. بوريكم دي الكوارع اهيت، مرات اخويا ما شاء الله عليها نضفتها، ربنا يبارك لها ويديها الصحة لو هي سمعاني في الفيديو ده. بس كده نضفتها كده وظبطتها. اي والله كنت عايزه اصور لكم طريقه التنظيف بتاعه الكوارع معاها، بس هي بصراحه ما خدتش معاها وقت على ما نضفتها، يعني يوم ما كنا دابحين بالليل نضفتها هي بالليل على ما كنت عملت الكبده، يعني لما كنت بصور لكم كانت هي في المطبخ التاني بتنضفها. انا كده هحط ميه على النار بقى تغلي علشان هحط الحله للكوارع وحله للكرشه، ميه تغلي ديت هوريكم هعمل ايه. مش عارفه كل الناس بتعمل الخطوه دي ولا لا، بس احنا بصراحه عندنا عقده النظافه، يعني الكرشه بالذات والكوارع بنحطها تاخد غلوه كده مع ليمونتين اتنين ونرمي الميه بتاعتها علشان الريحه الصعبه ونظافه اكتر. يعني حتى وانا بقى شغاله نسيت اصور لكم، انا حطيت الدهن بتاعي يستوي زي ما انتوا عارفين الطريقه بتاعتي في تسويه الدهن، حطيت الدهن بتاعي يستوي وهوريكم معايا وانا بعمله، وانا بعمل الاكل هوريكم هعمل ايه، وهتشوفوه معايا في الاخر هيبقى شكله ايه. اللي عايزه الطريقه تدخل على القناه وتشوفها، انا منزله فيديو كامل بطريقه تسيح الدهن، بس طبعا طريقه مبتكره، يعني ما اظنش ان حد على اليوتيوب بحاله ينزلها. انا دلوقتي حطيت الكرشه اهيت في الميه غليت، والكوارع هجيب بقى ليمونتين اتنين اشقهم واحط هنا ليمونتين واحط هنا ليمونتين واسيبهم يغلوا شويه كده مع بعض، ريحه الزفاره بتاعت انا طبعا غسلينهم بخل وليمون وملح ونقعينهم قد كده، بس معلش زياده تاكيد. انا هنا هجهز بقى الحاجه اللي هشوح بيها الكوارع والكرشه، اخرط بقى البصل بتاعي
انا طبعا بخرطه قطع كبيره لان انا هشوحها يعني، مش وهي ساعه ما تغلي وتستوي كل الحاجات دي بتتهري وتعمل يعني، ما بحبش اغلب نفسي بصراحه في التخريط لان كده كده كل ده هيتهري في الشوربه وهيروح يعني، لا هيبان قطع ولا غير، فمالوش داعي ان انا اتعب نفسي واقعد بقى احنتف وسحتف صغير، لا. خرط البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، ابدأ بقى اخرط الطماطم كمان قطع برضو. هسيب بقى حبيتين هضربهم في الخلاط، دول بس كده هخرطهم والباقي هضربه في الخلاط علشان هنزل عليهم بعد التشويحة. إيه هتشوفوا معايا بقى انا هعمل ايه دلوقتي، بس على ما يغلوا بس كده والمية بتاعتهم دي ترميها، هرجعها مع النار تاني ونشوف هنعمل ايه. هما غلوا خلاص، شايفين الريم بقى اللي فوق ده، وانا انا بغليها بقى علشان كل القرف ده والحاجات دي تروح. همسكهم بقى هما الاتنين اخدهم على على الحوض بتاعي واصفي المية دي كلها منهم واغسلهم. دي الحاجات بتاعتي بتاعت التشويحة اهيت، وضربت الطماطم ودي الورق اللورا والحبهان والفلفل الاسمر وزي ما انتوا شايفين زي ما وريتكم كده، وطبعا عود القرفة، ما تنسوش عود القرفة. انا الكوارع بتاعتي هي بشطفها هغسلها غسلة تمام التمام، شايفين الليمون اهوت، الليمون اتسلق تماما خالص يعني لان سبت يغلي شوية غلية كده تمام التمام كده خلاص شطفتها. هجيب بقى الكرشة بتاعتي كمان اصفي المية اللي فيها، افتح على الحنفية كده اهي، كل دوت سخنة نار مولعة كده خلاص كده انا صفيتها. هبدأ بقى احط عليها الحاجات اللي انا مجهزاها للتشويحة، احط البصل بقى والطماطم والفلفل وفص الثوم كده بقى هبدأ اشوحهم. معلش كنت فصلت وانا بعمل المونتاج عشان كان الاذان يعني بيأذن. اسف على الصوت. هشوحهم بقى واغطي عليهم شوية. حطيت بقى الورق اللورا والحبهان وعود قرفة ونفس القصة على الكوارع. كده هي دبلت معايا خالص اهيت، هغطيها بقى واسيبهم شوية كده مع نفسهم، وبعدين ارجع احط عليهم الطماطم عصير الطماطم ونشوف هنعمل ايه. اهو عصير الطماطم احط هنا شوية على الكوارع. خلوا بالكم انا لما بكون بعمل الكوارع عندي في الشقة بعملها كده بس باخدها اعملها في البرام وادخلها الفرن في الطاجن تاخد وش وكده، بس الجماعة عند ماما يعني بيحبوها تبقى طرية، انتوا عارفين برضو السن وكده عشان يعرفوا ياكلوها وتبقى طرية ما تنشفش في الفرن وكده يعني. زودتها شوية مية بعد الطماطم عشان تغلي فيها وتستوي بقى بدل الشوربة يعني، طبعا انتوا عارفين فايدة شوربة الكوارع يعني للأعصاب. وادي ديت الكرشة بتاعتي زودتها برضو الصلصة الطماطم قصدي عصير الطماطم، هسيبها بقى تتخدع كده مع نفسها
وتستوي. هنشوف بقى الدهن بتاعنا اخباره ايه، استوى ولا ايه. هناخده بقى نضربه في الخلاط، هو تمام استوى اهو، هحطه بقى نضربه في الخلاط عشان لسه باقي فيه شوية مية، ونرجعه على النار تاني. انا بوريكم ان هو خلاص استوى، ضربته اهو في الخلاط خلاص كده. الكرشة بتاعتنا استوت والكوارع بتاعتنا خلاص تمام. هنطفي بقى عليهم علشان نتغدى، وكان فينا رز معمر اصلا عاملين امبارح لحمة المعزة، كنا عاملين رز معمر وبسلة، فهنسخن بقية الحاجات التانية مع الكرشة والكوارع. والدهن بتاعنا خلاص اهو عبيناه اهو زي ما انتم شايفين مرمل وجميل ازاي. اللي عايز يشوف الطريقة يدخل على القناة ويشوف الفيديو، الفيديو انا كنت عاملاه ومنزلاه قبل كده، شايفين مرمل وجميل ازاي، هو لسه هجمة سنة عن كده بس، شايفين الترميلة، شايفين هو نازل عامل ازاي. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.